التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الفرنسي جون إيف لودريان في العاصمة الفرنسية باريس، وأجرى بلينكين مباحثات في مقر الخارجية الفرنسية، ويفترض أن يلتقي لاحقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتجرى هذه الزيارة ضمن جولة أوروبية لبلينكين تشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وبعد اللقاء قال بلينكين إنه يتم العمل على إقامة دولة مستقلة وذات سيادة في ليبيا وحل الأزمات الموجودة في سوريا. نحن شركاء في التعامل مع القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، لذلك نحاول أن تكون هناك دولة مستقلة ذات سيادة في ليبيا على النحو الذي ناقشناه في برلين. سنلتقي مجددا في روما من أجل تعزيز التحالف وهزيمة تنظيم الدولة وحل الأزمات الموجودة في سوريا. ومن باريس ينضم إلينا مراسلنا شوقي أمين. شوقي، بلينكين في باريس وملف إيران النووي في صلب المحادثات، محادثاته مع المسؤولين الفرنسيين، هل من تفاصيل أكثر وماذا أيضا على جدول الزيارة؟ نعم، اللقاء الأمريكي الفرنسي أو اللقاء الدبلوماسي الأمريكي الفرنسي في الحقيقة هو موضوع يعني استطاع أن يفعل العلاقة الأمريكية الفرنسية من جديد، ومجيء بيل كلينتون أنتوني بيل كلينتون إلى 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 باريس إنما جاء لبعث هذه العلاقة من جديد. ودعيني أدعك في السياق كيف تعاطت وسائل الإعلام الفرنسية مع شخصية أنتوني بلينكين الذي اعتبرته في الغالب كصديق لفرنسا قبل أن يكون وزيرا للشؤون الخارجية الأمريكية. بلينكين كان قد قضى 10 سنوات من حياته في سبعينيات القرن الماضي في فرنسا ويجيد اللغة الفرنسية، وتحصل على البكالوريا بعد البكالوريا من مدرسة مزدوجة اللغة الفرنسية والإنجليزية إلى غير ذلك. إذن فهو يعرف الثقافة الفرنسية حتى أنه استهل لقاءه باللغة الفرنسية. القضايا التي تناولها الطرفان كانت في الحقيقة يعني متعلقة بجميع الملفات الثقيلة، سواء على محور إيران أو على محور أفغانستان أو على محور سوريا أو على محور لبنان، ولبنان خاصة. سألت عن إيران، الملف الإيراني يبدو أن الطرف الفرنسي بات أكثر تشددا، ودعا الإيرانيين أيضا إلى العودة بكل قوة إلى اتفاق فيينا، وأيضا دعم نظيره الأمريكي هذا التوجه، وقال بأننا العودة إلى اتفاق فيينا هو الذي سيضمن عودة إيران إلى المجتمع الدولي. فيما يتعلق بلبنان أيضا بدأ وزير الخارجية جون إيف لودريان صارما حيال ما أسماهم بالذين يعطلون المسؤولين اللبنانيين الذين نعرف أسماءهم والذين يعطلون العملية السياسية في لبنان أو الذين يعطلون التسوية السياسية في لبنان، وقال إننا سنتعاون مع الشريك الأمريكي لضمان ديمومة وأمن اللبناني وأمن اللبنانيين وأيضا احتواء المأساة اللبنانية. فيما يتعلق بالشق الأفغاني فالوزير الخارجية الأمريكي قال بأننا حتى وإن انسحبنا من أفغانستان فإن عيننا ستبقى على أمن أفغانستان، وذلك بالشراكة مع حلفائنا الأوروبيين. نعم نعم ريما، شكرا جزيلا لك شوقي أمين من باريس.